آيات كثيرة في كتاب الله جاءت بالأمر بالاتباع والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. قال أبو الطيب القنوجي أو القنوجي: لم يبعث بعده نبي، أي بعد إبراهيم، إلا كان من ذريته مأمورا باتباعه في الجملة. وإبراهيم يعترف بفضله من جميع الطوائف، حتى من اليهودية والنصرانية وأهل الإسلام، كلهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام. وكذلك العرب في الجاهلية كانوا على طريقة إبراهيم عليه السلام. ولما جاء الإسلام زاده الله شرفاً وفضلاً، فحكى الله عن إبراهيم أموراً توجب على المشركين واليهود والنصارى قبول قول النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما أوجبه الله على إبراهيم هو من خصائص دين محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك حجة على اليهود وحجة على النصارى وعلى مشرك العرب في وجوب الانقياد لمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به وتصديقه. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الآية 23 بعد 100 من سورة النحل. فهذا أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم باتباع إبراهيم، وأمر الله له أمر لأمته عليه الصلاة والسلام، كما هو في القاعدة الشرعية المعروفة. وقال تعالى مخاطباً الأمة، أمة الدعوة وأمة الإجابة، باتباع ملة إبراهيم والاهتداء بسنته صلى الله عليه وسلم: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إمام الحنيفية، والحنيفية ملة إبراهيم، وهي توحيد الله عز وجل وعبادته وإخلاص الدين له.